وبعد غزوة أحد اتجهت أنظار الأعراب المشركين إلى غزو المدينة للتغلب على المسلمين وكسر شوكتهم، فبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة عيون له في الجزيرة العربية أن بني أسد بن خزيمة بقيادة طليحة الأسدي استعدوا لغزو المدينة طمعا في خيراتها وانتصارا لشركهم. فسارع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تشكيل سرية من 150 رجلا من المهاجرين والأنصار، وأمر عليهم أبا سلمة بن عبد الله الأسد المخزومي وعقد لواء له، فسار حتى وصل أرض بني أسد فأغار عليهم ففروا وهربوا ولم يلق عناء في تشتيت أعداء الإسلام، وعاد إلى المدينة مظفرا بالنصر. ثم خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لحرب بني النضير وإجلائهم من المدينة، وكان سبب ذلك نقض بني النضير عهودهم مع رسول الله التي تحتم عليهم ألا يؤوا عدوا للمسلمين، وإرشاد الأعداء إلى مواطن الضعف في المدينة ومحاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع نفر من أصحابه عن طريق قباء إلى بني النضير يستعينهم في دية العامريين، استقبل بنو النضير النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من البشاشة، ثم خلا بعضهم إلى بعض وتشاوروا في قتله والغدر به، فاتفقوا على إلقاء صخرة من فوق جدار كان يجلس بالقرب منه. ولكن الرسول أدرك الخبر من السماء بما عزموا عليه من شر، فنهض وعاد إلى المدينة مع أصحابه. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة رضي الله عنه ينذر بني النضير بالجلاء خلال 10 أيام، فأمره أن يقول لهم: إن رسول الله أرسلني إليكم أن اخرجوا من بلادي، لقد نقضتم العهد الذي جعلت لكم مما هممتم به الغدر، وقد أجلتكم 10، فمن رؤي بعد منكم ضربت عنقه. ولم يجدوا جوابا يردون به سوى أن قالوا لمحمد بن مسلمة: يا محمد، ما كنا نظن أن يجيئنا بهذا رجل من الأوس. فقال محمد: تغيرت القلوب ومحى الإسلام العهود، فقالوا: نتحمل. فمكثوا أياما يعدون العدة للرحيل. انقضت الأيام 10 ولم يخرج اليهود من ديارهم، فتحركت جيوش المسلمين نحوهم وحاصروهم 15 ليلة. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بحرق نخيلهم، وبذلك قضى على أسباب تعلقهم بأموالهم، وألقى الله في قلوبهم الرعب وأدركوا ألا مفر من جلائهم، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسون منه أن يؤمنهم حتى يخرجوا من ديارهم. فوافق النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وقال لهم: اخرجوا منها، لكم دماؤكم وما حملت الإبل إلا الحلقة. فنقض اليهود سقف بيوتهم كي لا ينتفع بها المسلمون، فرحل منهم إلى خيبر ومنهم إلى الشام. وفي يوم الاثنين من شهر شعبان من السنة 5 للهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في 700 مقاتل و30 فارسا متوجها إلى بني المصطلق، فقد اشتركوا مع الكفار في غزوة أحد وكانوا يجمعون الجموع لحرب المسلمين. فأغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقتل منهم وسبى ذراريهم، وكانت من بين الأسرى جويرية بنت الحارث، وكانت بركة على قومها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأعتق بزواجه إياها 100 من بني المصطلق. ثم ظهر لدى كثير قبائل نجد الغدر بالمسلمين، ذلك الغدر الذي تجلى في مقتل أولئك الدعاة 70 الذين خرجوا يدعون إلى الله في نجد. فخرج صلى الله عليه وسلم قاصدا قبائل محارب وبني ثعلبة، فأتى خبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني محارب وثعلبة قد جمعوا الجموع لحرب رسول الله، فما كان منهم إلا أن سار إليهم في عقر دارهم على رأس 400 مقاتل. فلما وصل الرسول إلى ديارهم هربوا إلى رؤوس الجبال تاركين نساءهم وأطفالهم، وحضرت الصلاة فصلى الرسول بالمسلمين صلاة الخوف وعاد إلى المدينة.